طيب مش انتهينا من جزء حساب مساحه المستطيل، تعالوا مع بعض نبدا جزء ثاني بقى في فكر شويه وفي عمليه تفكير اكثر من حساب مساحه المستطيل. تعالى ناخد مثال كده، بيقول لي ايه؟ حد يقرا كده المثال ده شباب، شكل المثال ده حد يقراه طريقه يوضح الشكل 6-3 طريقة استخدام مخططات الانسياب للخطوات الخوارزمية لحل مسألة مجموعة الأعداد من 1 إلى 10. طيب جميل جدا يا شباب، تعالوا مع بعض نفكر. احنا الوقت مطلوب مننا ان احنا نجمع الأعداد من 1 إلى 10، نعمل برنامج يجمع لنا الأعداد من 1 إلى 10. طيب بالطريقة التقليدية أنا هفكر أجمع الأرقام دي إزاي يا شباب؟ أعمل إيه؟ 1+1 أيوة 1+2+3+4 ممتاز. هفضل أجمع 1+3+4+5+6+7+8+9+10، هفضل أجمع الأرقام من 1 إلى 10 وكل رقم أحط منه زائد. طيب ولكن الكمبيوتر ما بيعملش كده، الكمبيوتر عايز يوفر وقت، والكمبيوتر لازم يكون طريقة أسرع من كده شوية. طيب إذا هفكر إزاي؟ تعالوا مع بعض نشوف هفكر إزاي داخل قراءة السريان في إيجاد مجموعة أرقام من 1 إلى 10. الطريقة اللي إحنا قلناها يا شباب تنفع في الأرقام البسيطة، يعني مثلا من 1 لـ5، من 1 لـ3، من 1 لـ10. طب لو قلت لك اجمع لي الأرقام من 1 لـ100، اجمع لي الأرقام من 1 لـ1000، هتفضل تجمع 1+2+3+5+10+100؟ معقول؟ لا لا، أكيد في طريقة تانية. تعال نشوف مع بعض إزاي هنبدأ نحل مسألة زي ديت باستخدام قراءة السريان. أول حاجة يا شباب هبدأ أعمل إيه؟ ها؟ بداية أول شيء. بداية أول شيء هبدأ أعمل بداية. طيب بعد كده نحط المستطيل. هعمل عملية إيه؟ معالجة. نحط اللي هي معالجة، لكن ليش ما حط إدخال أول؟ نعم؟ ليه حط مدخلات؟ ليه ما حط إدخال أول؟ جميل جدا، كلامك صح. هبدأ أعمل أول عملية إدخال، لذلك ديت اسمها عملية إدخال، المفروض تبقى كده. في غلط يعني؟ اه دي اسمها عمليه ادخال. خلاص؟ تمام. وهعمل الرقم بتاعي، الرقم اللي انا هدخله، الرقم اللي انا هدخله، انا هبدا اجمع الارقام من رقم كام لرقم كام؟ من 1 إلى 10. من 1 إلى 10، ركز مع بعض. ركز مع بعض. يبقى اذا هعطي للرقم قيمه اسمها اس، او مخزن اسمه اس. خلاص؟ تمام. وهبدا اول قيمه معايا للاس من رقم 1 لان هجمع الاعداد من 1 إلى 10. طيب وهعمل في النهايه مخرج، المخرج بتاعي هيكون مجموع الاعداد من 1 إلى 10 واسميه ام. جميل، اسميه ايوه ام. طيب بدايه المخزن ده او المخرج ده حاليا دلوقتي كنت كام؟ 1. لا صفر، لسه ما عملتش في اي عمليه، المخزن اللي هو اللي هيخرج لسه كنت صفر، ما عملتش في اي عمليه خالص. فاما هتساوي صفر، المخزن النهائي هيساوي صفر. طيب وبعد كده هعمل مخزن تاني اسمه ام، هيساوي ام زائد اس. الام الجديده، الام الجديده هتساوي الام القديمه زائد اس. الام القديمه قيمتها بكام؟ صفر. ممتاز، الام القديمه قيمتها بصفر. خلاص. والاس القديمه قيمتها بكام؟ 1. صارت الام الجديده 1. يبقى قيمه الام الجديده بتساوي كام؟ 1. ممتاز. يبقى اذا ركز معايا، الام كده هتساوي كام؟ 1. خلاص. طيب وبعدين هجيب قيمه الاس اللي هو قيمه العدد، العدد اللي موجود عندي، اول عدد انا جبته بكام؟ ب1. 1. وانا عايز ازود عليه كمان 1، فهقول له الاس اللي موجود اللي هو العدد خليه لي القيمته اللي موجوده اللي هي الواحد، وود لي عليه 1 عشان يجيب ايه؟ رقم 2، عشان يجمع بعد كده رقم 2. كويس؟ تمام كويس. نركز مع بعض عشان المساله محتاجه تركيز جدا، عشان انت اول مره تتعرض للنوع ده من المسائل. تمام؟ تاني نقول من الاول تاني عشان نركز. قلنا اول قيمه للاس معايا، العدد اللي معايا هو قيمه 1، المفروض ان انا اخليه ب1، وبعد كده اخليه ب2، وبعد كده اخليه ب3 الى كام؟ 10. الى 10. يبقى اذا كل مره هزود كام؟ 1. واحد. طيب
والمخزن النهائي معايا بدايه قيمته بكام؟ صفر. بصفر. خلاص. طيب هقول له بعد كده المخزن الجديد او الام الجديد هيساوي الام القديمه زائد اس. طيب الام القديمه بصفر والاس بواحد، يبقى المخزن الجديد بيساوي كام؟ واحد. نركز مع المخزن كده، المخزن كده بيساوي واحد. طيب وبعدين انا عايز اجمع بعد كده ايه؟ واحد زائد اثنين. خلاص. طيب يبقى اخلي قيمه الاس بتساوي الاس القديمه زائد واحد، بعد الاس هنا قيمتها بكام؟ واحد. اثنين. واحد زائد واحد بيساوي اثنين، يبقى الاس الجديده هنا بقت قيمتها اثنين. طيب وبعدين عملت مقارنه، انا اكبر رقم معايا كام؟ اثنين. اكبر رقم المفروض اوصل له كام؟ اوصل له 10. عشرة. ايوه. هقول له هل العدد بتاعي وصل للعشرة ولا لا؟ الاثنين اكبر من العشرة؟ لا. 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 لو في حالة لا هيبدأ يطلع تاني يعمل عملية جديدة. ويحط الام. الام هتساوي الام القديمة. الام القديمة بكام؟ صفر. ها الام القديمة بكام؟ صفر. ما احنا زودناها، ما خلاص مش احنا قلنا صفر زائد واحد يتساوي واحد، وتخزنت فيها قيمة الكام؟ الواحد. فالام الجديدة هتساوي واحد زائد الاس بقت بكام؟ اثنين. في اثنين يبدأ يجمع واحد زائد اثنين، وبعدين يحط قيمة الاس الجديدة اللي هي اثنين. الاس الجديد هتساوي 2 زائد 1 بكام؟ 3. يبدا يقارن، 3 اكبر من 10؟ لا لا. يبدا يعمل عمليه جديده، وبعدين يفضل يجمع 1 زائد 1 زائد 1 لحد ما يوصل لقيمه 10. ال10 يرجع يقول له بقى هل الاس العدد اللي انا دخلته اكبر من 10؟ نعم. لو في حاله نعم يعمل ايه؟ يتبع الناتج، يتبع قيمه المخزن الجديد الام الجديده معايا، يطلع قيمة الام الجديدة معايا ويعمل نهاية. ها وضحت ولا لسه؟ وضحت. انا فهمت. عايز ما عارف عايز حد يشرح، عايز حد يشرحها لي، ممكن حد يشرحها لي وانا معاك؟ العيد والله. نعم. اقول اخاف اجيب العيد، خاف اغلط يعني. لا ما تغلطش، ما تخافش، احنا نشتغل وانا معاك. فاهمين بس ما نعرف. ايوه بالضبط. فاهمين بس ما نعرف نشرح. نعم. فاهمين بس ما نعرف نشرح. طب حاول وانا معك، حاول وانا معك. طيب اقول. قول. ها. في البداية احط بداية. فالشكل البيضاوي. بعدين احط شكل الادخال والاخراج، اكتب في الاس يساوي واحد الاس هنا بيرمز ليه؟ الاس بيرمز ليه؟ مدري قيمة الاس ترمز ليه؟ الام المخرج، الاس والله مدري. كويس. الام هو المخرج او المخزن النهائي، المجموع النهائي. أيوه. اللي هي النتيجة. كويس. طب والاس بيرمز ليه؟ والله مدري. للمدخل. ايه هو المدخل؟ الاعداد واحد. من واحد الى عشرة، الأعداد اللي هجمعها من واحد إلى عشرة. تمام؟ بعدين إيوه. بعدين أقول له تمام. زود على الإم إس. وحطها في الإم الجديدة. إيوه. تصير عندي الإم الجديدة بواحد. الإم الجديدة هتساوي واحد، لأن الصفر زائد واحد هيساوي واحد. وبعد كده الرقم بتاعك اللي أنت حطيته اللي هو الواحد، اجمع عليه واحد. عشان يبقى قيمته باثنين. تمام؟ بعدين اشوف الاس صارت اكبر من 10 ولا لا؟ اذا لا هو يرجع يسوي من نفسه، مدري هو يرجع الاستاذ يسوي من نفسه كذا ولا انا؟ هو يرجع على طول طالما القيمه اقل من 10 على طول يطلع فوق ونفذ عمليه جديده. الى ما تصير اكبر بعدين يقول نعم وادي امر طباع اللي هو اخراج وخلص. ممتاز ممتاز ممتاز. استاذ. نعم. ممكن تعيد لي حقه الاس استاذ اللي هي الخطوه الثالثه؟
حاضر عادي لك تاني.